ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج عشاق القرآن. ضيف هذه الحلقة أم لثلاثة أبناء ولبنتين، استطاعت أن تحفظ القرآن في مراحل مختلفة، تجاوزت وتحدت كل الصعاب. هذه الأم سنتوجه إليها ونعرف كيف كانت حياتها وقصتها مع القرآن. نعمة قائد الأغبري من أبناء محافظة تعز، حفظت القرآن برواية حفص عن عاصم. قصة هذه المرأة استثنائية، فلها أبناء أصواتهم من أجمل الأصوات، وهذه الأم هي الملهمة لكل أسرتها ولكل من حولها في تعليمهم وحفظهم للقرآن وغرس الأخلاق الفضيلة والقيم النبيلة. هنا تصديق لما قاله الشاعر حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا مشاهدي برنامج عشاق القرآن. ها نحن الآن في منزل ضيف هذه الحلقة الأم نعمة. الأم نعمة، بإمكانك أن تحدثينا وتحدثي كافة المشاهدين، متى بدأت بحفظ القرآن الكريم وكيف كانت قصتك مع القرآن؟ أولا أحييكم طاقم البرنامج عشاق القرآن، أحييكم في منزلي، نزلتم أهلا وحياكم الله. الاسم نعمة قائد محمد ثابت، أبلغ من العمر 51 سنة، لدي 3 عيال و2 بنات. بدأت حفظ القرآن طبعا في القرية في مدرسة ياسين أحمد قائد، الله يجزه خير ويرحمه إن شاء الله. ثم جاء الشيخ آدم عن طريق بتايل سعيد جزاهم الله خير، ودرست عنده الجزئين، فأخذت امتياز لله الحمد في الجزئين. ثم يعني نحن في القرية كان ما فيش مدرسة كثير، فدرست قرآن 14 سنة تطوعا. ثم انتقلنا إلى تعز ولله الحمد، وبدأت أحفظ القرآن الكريم. توقفت عشان الجامعة، درست 4 سنوات، ثم عدت إلى القرآن الكريم مرة أخرى وحفظته كاملا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية كانت نبراس لطموح المرأة اليمنية، والمتمثل في شخصية الأم نعمة، والتي كان القرآن بمثابة حافز لمواصلتها التعليم والدراسة والتربية الفضيلة للأبناء. قصتي في حفظ القرآن والدراسة، طبعا تزوجت وأنا صغير، عمري
16 سنة، توقفت عن الدراسة لحد عيالي ما كملوا دخلوا أول سنة الجامعة، فدخلت صف سابع مع بنتي. طبعا البداية بدأت أول يوم في التسجيل الكل استغرب من اللي جنب الأطفال، يعني تخيلوا صف سابع يعني أعمارهن 12 وأنا عمري 35 سنة. فقلت بإذن الله إذا درست وقلت مثلا على الأقل نجحت شواصل، وإذا شفت نفسي أنني خلاص يعني مر علي 24 سنة مش واصل شو، ولله الحمد قلت الأولى من الأوائل أنا وبنتي. طبعا لما أكملت طبعا أول إعدادي وثاني إعدادي ودخلت طبعا بالثانوية أنا وبنتي جزا الله خير، بعد طبعا من بعد ما عيالي يحفظوا القرآن، فالأشياء يعني أنا أقول لكل وحدة اللي تشتي تدرس تتحمل، والله وإنني أتحملت حاجة كثير. أول ما بدوت أدرس بصف سابع يعني الاستهتار وحصلت من الكل، فكان يعني حتى أنه في بعض كان يجيب لي 10 ريال نعم على أساس أنني طالبة صغير، كنت أخذ 10 عادي وأشتري طرزان لي ولبنتي عادي، يعني أني في بقلبي هدف خلاص قلت عادي العلم علم. فدرست، فالأشياء الذي يعني وجدت في صعوبة في الدراسة بس فقط عندما أمرني أنني ألبس الزي، يعني كيف البس زي واكون جنب البنات واني يعني اجي من البيت واني لابس بيج او رمادي، فكنت احاول مع المدرسات يعني سبحان الله العظيم وافقي انني البس اسود. المهم بعدين بديت الجامعه ولله الحمد ودرست 4 سنوات انا وبنتي ولله الحمد. ولم تكتفي الحافظه نعمه بالدراسه الثانويه، بل درست مشاركه لابنتها بالجامعه وتخرجت هي وابنتها بشهادة بكالوريوس. النصيحة من هذا المنبر المبارك أقول لكل وحدة سواء كانت أم أو مطلقة أو مزوجة، كملي الدراسة وعادي حصلي الكلام، حصلي إيش تحصلي من الجميع، لكن عادي ادرسي ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يكفينا إن الله سبحانه وتعالى يرفعنا إن شاء الله بالعلم. أما الموقف الحزين اللي أحزنني إنه اللي شجعني على الدراسة أعود للدراسة هو زوجي الله يرحمه ويسكنه الجنة، فكان يجلس يقول لي تخيلي أجلس أقول الدكتورة نعمة، قلت له إن شاء الله بإذن الله، وكان يشجعني ويجيب لي المصاريف يجيب لي حق الرسوم. بس الحاجة الحزين إنه لما أقولتش أدخل عنده بالتخرج حقي هو أصيب بالجلطة، يعني كان ما هوش ذاكر حاجة، دخلتوني واللبس حق التخرج والشمطة ما هو كان ما هو يعني الحمد لله على كل حال خلاص كذا جالس أحب يدوق ولا ذانق تخرجت وذانق حققت لك حلمك، قال لا عادك إن شاء الله من قبل كان يقول لي لا أنت مش تكمليش بس الدراسة، إيش تكملي الدراسة عليا وإيش تسافري وإيش دي. فالحمد لله الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله بإذن الله أحقق له حلمه ودرس الدراسة العليا بإذن الله. اتجهت الحافظة نعمة إلى القرآن لأنها رأت أن كتاب الله تعالى راحة للقلب وحياة في القبر وحياة للجنة. الذي جعلني أتجه إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه أولا هو كتاب الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى هو المنهج الذي سبحان الله العظيم يؤدي بنا إلى الجنة، هو راحة في القلب، هو حياة، حياة في الحياة الدنيا وحياة في القبر وحياة في الآخرة وحياة في الجنة. لذلك القرآن الكريم عندما بدأت أحفظه شعرت بالإطمئنان، طمأنينة في عقليا جسديا روحيا راحة بال، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ترى الحافظة نعمة بأن حياتها مع القرآن جنة في الأرض لأنه المرجعية والمنهجية الربانية. حياتي مع القرآن جنة في الأرض، جنة يعني الواحد يتجه إلى القرآن، أحيانا يحيرك سؤال ترجع إلى القرآن، يحيرك كيف تعيش ترجع إلى القرآن، فهو المنهج الرباني الذي لا خلاف فيه، هو وكتاب الله، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. عندما يدعون الله للتأمل والتمعن في آياته فنحن سنستلذ بعظمة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. لذا عندما تقرأ وتستشعر عظمة آيات المولى عز وجل هنا تكمن السعادة في هذه الحياة. هذا ما أسقطته الحافظة الأم نعمة في هذه الآيات. لقد عانت الحافظة نعمة بعض الصعاب، ولكن الدافع الذي كانت متمسكة به جعلها تتحفز فثابرت حتى استطاعت حفظ القرآن. بدأت الحفظ بعد ما خلفت العيال والبنات، فبدأت كان يعني أشعر ما فيش وقت معي، لكن يعني برغم هذا كنت أشوف البنات يحفظين والأمهات يحفظين، فهذا جابلي دافع، يعني ما فيش مانع أنني أقرأ القرآن أحفظ أحاول أحفظ. ولله الحمد حاولت قدر الاستطاعة، لأنه سبحان الله لو النفس إذا شغلته إذا لم تشغلها بالطاعات شغلتك بالمعاصي، وأنا أعتقد أن الإنسان لما يشغل نفسه مع القرآن يعني اتجه إلى الله سبحانه وتعالى اتجاه صحيح. الأوقات الأفضل لحفظ القرآن بالنسبة للنعمة فهي بعد صلاة الفجر، وأيضا بعد صلاة المغرب حتى العشاء. من خلال تجربتي لحفظ القرآن أفضل المواعيد لحفظه هو بعد صلاة الفجر، لأنه سبحان الله الإنسان لما يصحو من النوم يكون يعني عقله فاضي، عاد ما قش يعني مثل ما تقول مشاغل الدنيا، مشاغل الأطفال، مشاغل الحياة، مشاغل الرزق، مشاغل لا، نقوم كذا سبحان الله العظيم نتجه إلى القرآن بعد صلاة الفجر. كنت أجلس أراجع القرآن، وكذلك في الأوقات الذي فيه سبحان الله الدعاء مستجاب، فكنت يعجبني مثلا أكثر حاجة بعد صلاة الفجر ما بين الصلاة والصلاة، مثلا أصلي المغرب أجلس راجع إلى بعد صلاة العشاء، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. الآيات كثيرة التي أثرت على قلب الحافظة نعمة، ومن أهم هذه الآيات التي تملكت قلبها بقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. الآيات كثيرة التي تؤثر في الإنسان، كل الآيات تؤثر، يعني لو جينا لسورة الرحمن في آية في سورة الرحمن نحن نمر عليها مر الكرام، فسبحان الله العظيم عندما قرأت في سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للإنس والجن انتظروا أنا، يعني وكأنه يقول لنا أنا لكم بالمرصاد، ونحن نمر على الآية والله سبحانه وتعالى. فأدي مثال، مثلا إذا الوحدة مننا غلطت وما اتصلت لها قلت لها طيب أنت توصلي إلى البيت كيف يكون شعورنا، فما بالكم الله سبحانه وتعالى يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذه الآية يعني الصدق أثرت بي، ونحن نقرأها أحيانا ونمر عليها ولا كأنها مرسلة من عند الله سبحانه وتعالى. كانت الحياة لنعمة ما قبل القرآن لا تساوي شيئا، فلقد تغيرت أشياء كثيرة في حياتها، عرفت كيف تربي الأبناء، كيف تطيع الزوج، كيفية البر بالوالدين، وكيفية صلة الرحم، وكيف أن تكون فعالة ونافعة في المجتمع. تغيرت حياتي يعني كلها بفضل القرآن الكريم، لأنه كنا قبل ما نقرأ القرآن صح عايشين، بس عايشين أكل وشرب وتربية أبناء وانشغلنا بالدنيا وانشغلنا، لكن لما بدينا نقرأ القرآن عرفنا الحلال من الحرام، عرفنا كيف نصل الأرحام، عرفنا كيف نطيع الزوج، كيف يعني أشياء كثيرة أتغيرت وأشياء كثيرة علمني هو كتاب الله سبحانه وتعالى. لقد قامت الحافظة نعمة بالتنسيق ما بين حفظ القرآن والعمل والمنزل ونشاطاتها الأخرى المختلفة. أصدق الله يصدق، أنا نويت أنني أقرأ القرآن، فحاولت أقسم وقتي ما بين القرآن وما بين تربية الأولاد وما بين الدراسة وما بين، ولله الحمد الله سبحانه وتعالى وفقني، فكنت أحاول الوقت الذي يكون العيال المشاغل بدراستهم أن ينشغل في حفظ القرآن الكريم. فيعني خلص الإنسان لما يجعل له هدف وينوي الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى كل خير. لقد اكتسبت الحافظة نعمة العديد من الصفات، ومن أعظم الصفات هي نعمة الإخلاص والصبر والتواضع. الصفات التي اكتسبتها من القرآن
أعظم صفة أخذتها، وإن شاء الله يكون الله سبحانه وتعالى كاتب لي الأجر وإنه يكون لوجهه سبحانه وتعالى، هو الصبر. فلولا الصبر لما وصلنا إلى حفظ القرآن، لما تربوا عيالي على حفظ القرآن وبناتي على حفظ القرآن، لما وصلنا إلى هذه الدرجة. الصفة الثانية اللي أخذناها من القرآن هو التواضع. الصفة الثالث هو المفروض أن تكون أولى، هو الإخلاص، 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 لأنه أي عمل نعمله لا نريد به وجه الله سبحانه وتعالى سيأتي يوم القيامة وهو هباء منثورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. لأسرة الحافظة نعمة ارتباط عميق مع القرآن وبحفظه وتلاوته. بدأت كذا من نفسي، لأنه أبي كبير بالسن، وبس الحمد لله أنه كانوا من قبل يعني يدفعونا إلى أماكن لقراءة القرآن، اللي كان الكتاب الله يرحمهم جميعا. ثم اتجهت من نفسي لأنه عيالي كانوا صغار، فبدأت، والفضل بعد الله سبحانه وتعالى، ثم الوالدين لزوجي الله يرحمه، فهو كان يشجعنا على قراءة القرآن. إن شاء الله ربي يرحمه ويجعله بالفردوس الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أسرة تربت على الفضيلة، عاشت في كنف القرآن، اجتمعت على كلام المولى عز وجل. هنا تحفهم الملائكة، تتغشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة، تتجلى الأخلاقيات الرائعة في البيوت. هذا هو القرآن. تشكر الحافظة نعمة كل من أولاها الرعاية والدعم والمساندة لتحفظ القرآن. الشخص الذي أود أن أشكره كأنه أعانني على القرآن الكريم، الشكر الجزيل يعني للكل، من ناحية الآباء والزوج والأهل والجميع، يعني أعتقد أنه كلهم حاولوا يعني تشجيع على القرآن، فجزاهم الله ألف خير. تنصح الحافظة نعمة كل الناس بالتوجه والتمسك بكتاب الله تعالى، فالقابض على دينه كالقابض على الجمر، وتدعو لكل الناس بالخير. النصيحة التي أود أن أقدمها وعبر قناة السعيدة هو التوجه والتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن نحن أصبحنا في زمن غير الزمان اللافتن كقطاع الليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا أن نتمسك بكتابه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، المتمسك بدينه في هذا الأوقات كالماسك على الجمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عننا البلاء والوباء والغلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. للحافظة نعمة طموح تتمنى الوصول إليه وتتمنى تحقيقه. طموحي المستقبل إن شاء الله بإذن الله يعني كملت البكالوريوس، إن شاء الله إذا ربي عانني أشتي أكمل الدراسة العليا إن شاء الله. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء يملأ الآفاق. مشاهدينا ومتابعينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، استمتعنا واستفدنا. اجتازت الأم نعمة العديد من الصعاب في هذه الحلقة، وفي ختامها نود أن نقدم لها هدية مقدمة من إسمنت، الوحدة عبارة عن مبلغ بقيمة 100,000 ريال، وهذه أيضا هدية مقدمة من جميع أسرة برنامج عشاق القرآن ومن جميع طاقم قناة السعيدة. جزاكم الله خير ورمضان مبارك. تمنياتنا لك بالتوفيق إن شاء الله. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته
المدان وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان.